بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موسم البيك قارب ينتهي 12 يوم من مسرح البيك. 12 يوم يبدو لي في ناس كثيرين متوترين من هذه اللعبة. زي اوكي عندنا ينحل دينامك. اوكي جدا اوكي بنشوف. والثاني يقول لعبتنا حلوة. الأول نوب قال لعبتنا حلوة. اوكي لعبتكم زق. بعدين قال اوكي بعدين قال لعبتكم حلوة. بعدين نوب قال لعبتكم حلوة. لعبتنا حلوة. فلازم العناد من يخش نوب كذا ينرفز ويعاند. اوكي يا اخي اللعبة مرض. اوكي هذا سكيل اليوم الفجر. اوكي فبنشوف هذه المباراة. اول شيء هذا مباراة بالحرب طبعا. انه ملعب ساحة يعني وصلت 5600. هذا طموحي حاليا تقريبا. يعني ممكن اليوم نبدا نرجع ندوس بالساحة الله اعلم. بالبداية روما هذا بعدين رومين. المشكلة امير. انا تركيل الامير وين؟ ما يصد الامير غير الامير يعني. اذا كان شوف كمية المضادات طبعا. انا بتجن من جن ولسه ما بدينا لسه ما شفنا ال اوكي ما ادري شكله. السايكل عنده اسرع لانه ما قدرت الحق العب البرق. انا العب امير طبعا. بيلعب امير عارفين انك عنده امير عنده نافق اسهم عنده هياكل مدرع عنده صواعق. ف اللي ما حسبت حسابه انه عنده هجوم. انا قلت هذه كل بطاقة واكيد يعني شفنا اشياء مهولة يعني اشياء كثيرة. الحين لازم افجر المفجر عشان طبعا ما لحقت افكر الا وهو هاجم يعني هجمة مرتدة هجمة خطافية. طبعا انا هجومي ايضا نفس الشيء يعني حطاب. فهذا نظام الان قتلت المفجر طبعا عشان نحافظ على ارواح. هنا تقريبا خلاص مستحيل تنصد ولا والله صديناها. فحلو حلو في امل. 23 ثانيه ضربه برق ان شاء الله. طبعا هذا كان توقعي لكن وين التسلا؟ وين التسلا؟ ما هي موجوده التسلا. فعنده السايكل اسرع يعني شفنا من طاد وبعدين شفنا تسلا بالبدايه وبعدين المباراه الان الحميه تولعت. والله عندنا ضربه من الامير مشكله. الان لازم نهجم. هو نفس الشيء ايضا. اوكي عنده الصواعق مشكلة. ذول الصواعق ما ينفع لهم البرق. ما هو زي رامسي هان تضرب برق على واحد. ذول الثلاثة فمشكلة. الان هنا بدأ الرعب. امير مع رامسي هان نقتل هذا ونحط الحطاب. زي ما قلنا لكم مشكلة الصواعق. لا شوف كيف شوف التوتر. من التوتر ضربت وشوف القهر. شوف 81 والله انا قاعد احاول ارجع لانه حاس اني بخسر. اوف 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 بالاخير 81 جاء نافخ اسهم بالوسط. كان ممكن يعني ما ادري كم ضربته وكم معدل ضربته وكم سرعه ضربته. 81 كان ممكن. ايوه والله كان ممكن يشيل التاور اكيد. الحين لعبتكم اكيد كلب حمم وهذا ما الان قرب اذن المغرب. شوف كيف نوب فاز. خلني اتاكد بس من التسجيل. كيف نوب فاز على هذا. هذا ايش هذا ميجانا. اوف 4.6 ميجانايت غولم ميني بيكا كل هذا 4.6. ف طبعا انا احيانا العب غولم مع بيكا ايضا 4.6 ف ما استغرب صراحه يعني مو بهالدرجه. بس هذا ميجا نايت وميني بيكا ايضا يعني. ف هذا ليش يعني الموضوع شوي. وايضا في تنين كهربائي يعني شوي ثقيل يعني 5 اكسير. ف يعني في جلد في ميني بيكا وفي ميجانايت. ف
لكنه ما يعصب، إنسان شخصية من أبرة الشخصيات اللي ممكن تشوفها باللعبة. فلازم يلعب ميني بيكا طبعا، تنين كهربائي مشكلة، أنهى الميني بيكا من قبل ما يوصل، فمشكلة خصم عنده غنم وأنت لعبت الميني بيكا، فعلا مشكلة يعني. أوكي، هنا كوخ عشان نصد الغنم، أحد الحلول. ولعب هذا عشان ما أدري إيش، عشان نصد هذا وما نسوي هذا. أوكي، أوف أوف أوف، إعصار ما أدري إيش، ولا سوى شيء يعني. فمشكلة كبيرة. الحين دفع للموت، دفع للنهاية، ما في غير كذا يعني. يا لطيف، اديني كهربائي بيسوي دمج. اوكي، جاء جرة هنا، جرة جرة هبلة. ف لا والله الان خذ مباراة، خصم جاب التعادل بالوقت كيف؟ ما ادري كم كان ثانية بالضبط، اتوقع بالصفر بالضبط. لا والله ناخذ مباراة الآن والله من جد. شهادة تنين كهربائي، تنين ميني بيكا، وهذا فمستحيل. العملاق أوف أوف أوف، العملاق كهربائي ما عدى، بس الميني بيكا عدت. الآن الخصم من التوتر قاعد يهجم الميجانايت يعني. أوف، كوخ القفص الغيناد، ثلاثة إكسير صد الميجانايت، سبعة، متخيلين كيف؟ أنا قاعد أطلب قفص غينان الآن هذه الأيام، لأنه هو الوحيد اللي باقي ما هو عندي يعني مجمع فيه. فروعة، مباراة روعة رائعة جدا، أخلاق ممتازة، ممتاز. ماذا أقول لك؟ عندي والله من جد لعبة زيك. أوكي، نشوف إيش بيصير لهم بعدين. نوب ما شاء الله، خمسة كان اليوم الفجر 5666، يعني كان فرق بيني وبينه 50، الآن أنا 5616. نوب لا بغى دعس، فما شاء الله لعب الحرب. الآن الساعة 6 مساء الثلاثاء 8 رمضان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مباريات حلوة، إلى اللقاء.